تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي طبعا وتحديدا منها تويتر في السعودية بهاشتاج لماذا يكره الشعب هيئة الترفيه، وتوالت التغريدات بين مؤيد للهيئة ومعارض لها. الهيئة أثارت جدلا في الآونة الأخيرة بسبب نشاطاتها التي يراها البعض ضد عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ والذي قام بإصلاحات في الآونة الأخيرة. ولكن دعونا نطل على بعض التغريدات والتي تبين يعني حجم التفاعل مع هذا الهاشتاج. أحد المغردين ويسمى سلطان يقول: لماذا الشعب يكره هيئة الترفيه؟ نحن لسنا بحاجة لممثل مشهور أو مطرب مشهور أو مشاهير مواقع التواصل، نحن بحاجة لأنشطة تقضي وقت فراغنا. وهذه هي طبعا كلمة في العامية السعودية وليست مرتبطة بخطأ مطبعي. لكن مغرد آخر يقول، يدعى حمد، ماذا يقول حمد؟ دعونا نقرأ له. والله الذي لا إله إلا هو لا يكرهها إلا صاحب فطرة سليمة. لماذا الشعب يكره هيئة الترفيه؟ هذا الهاشتاج أيضا يغرد له. ولكن أيضا في تغريدة للسيد عبد الرحمن العنبري عضو هيئة الصحفيين السعودية قائلا: لماذا الشعب يكره هيئة الترفيه؟ لا يقاس رأي الشعب بهذا الهاشتاج المتداول من الخارج. ما تقوم به هيئة الترفيه من عمل ودور كبير طبعا هو محاولة لمساعدة الشعب على تغيير ووفقا لرؤية 2030، ويرفق طبعا تغريدته بهذه الصورة. ولكن ماذا عن بقية يعني التغريدات؟ الإعلامي السعودي عبد الرحمن السليس يقول، ماذا يقول السليس؟ لماذا الشعب تحت نفس الهاشتاج؟ ليس كل الشعب يكره الترفيه، الترفيه مطلب وضروري. وبعدين ما عندنا ترفيه قبل وجود هيئة الترفيه، شكرا يا هيئة الترفيه. ولكن مشاهدينا يعني تعاونا نقرأ بعض التصريحات الرسمية، حيث خالد الدغيم أمين عام المركز العربي للإعلام السياحي قال في تصريح له اليوم أن هيئة الترفيه الوليدة أحدثت حراكا متميزا أو ممتازا في المجتمع بأنشطتها الجاذبة. أتمنى منها الالتفات للفعاليات والأنشطة الشتوية بعد تجربتها لنظرتها الصيفية. طبعا هذا أمين عام المركز العربي للإعلام السياحي السيد خالد الدغيم. ولكن ما هي الهيئة العامة للترفيه وما هي الأنشطة التي أجدت الرأي العام ضدها؟ دعونا نرى في هذا التقرير بعض المعلومات عنها. معنا عبر الهاتف من الرياض الباحث والصحفي الدكتور عايض الخمشي. مرحبا بك دكتور عايض. يعني هذه الهيئة تعارض ربما بطريقة أو بأخرى، ولكن يعني تفعيل دورها بماذا ستلخص؟ ما الذي يمكن أن تقوم به الآن يعني بموازاة ما نسمعه من إصلاحات تجري في السعودية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الإنسان في طبيعته دائما يجد صعوبة في تقبل فكرة التغيير، ولكن أعتقد مع مرور الوقت يصبح الأمر يعني متقبل من الجميع، وتتحول فكرة مقاومة التغيير إلى التعايش مع هذا التغيير الجديد. بخصوص حيث الترفيه، فالإنسان في طبيعته دائما بحاجة إلى الترفيه، وسيكون مقبولا مدى المجتمع شرطا أن لا يتعارض مع قضية المجتمع ولا يمس هويته المحافظة. بطبيعة الحال المجتمع السعودي نحو مجتمع محافظ ومجتمع أيضا متماسك، نعود يعني إلى الوراء ونشاهد ونعود إلى الوراء إلى
قبل حوالي 30 او 40 30 سنه عندما اسمت المملكه العربيه السعوديه تعليم الفتاه، والذي كان يعد من اقوى عمليه تغيير الثقافي والاجتماعي في المملكه. كان هناك تخوف في البدايه من هذا المجتمع المحافظ، من هذا الرافد الجديد وهو تعليم الفتاه ومن صاحبه الجديد. مع مرور الوقت اصبح الامر يعني متقبل من قبل. طب دكتور عايض، يعني لكن هناك الكثير من المتابعين لعمل الهيئة يعترضون على دورها ويقولون، وأحدهم يقول بالحرف الواحد بأن عملها يعني لا يتفق مع السليقة أو مع الضمير أو مع التقاليد السعودية. إلى أي مدى هذا سيقف معرقلا ب يعني أمام ما تقوم به هذه الهيئة من محاولة ربما الترفيه عن الشعب السعودي، وبطريقة قد يقول لماذا لا يكون هناك أيضا هيئة ترفيه بالأساس؟ لماذا لا تكون هناك يعني فعاليات ثقافية دون الإعلانات التي نسمعها هنا وهناك؟ أولا في البداية يعني تحدثت الإنسان في طبيعته بذاته إلى ترفيه. هناك أسباب يجعل المجتمع السعودي يتخوف من ذلك طبعا التغيير، لعدة أسباب. المنظور الديني وبعض الجوانب التي تطرحها الترفيه قد يعتقد يعني اخرون انها تتعارض مع ثقافتنا وهويتنا الدينيه، وايضا عدم وجود تجربه مطمئنه ومعروفه من قبل هيئه الترفيه. كما يعرفون ويعرف المشاهد الكريم ان هيئه الترفيه يعني مضى على انشاء حوالي عامين، طرحت بعض الفعاليات، كانت هناك فعاليات مقبوله وكانت هناك فعاليات عليها تحفظ. ايضا يعني اعترفت يعني هيئه الترفيه ببعض الاخطاء وبعض الملاحظات وسوف تعدلها يعني في المستقبل. دائما اي فكره جديده او اي انفتاح جديد يصاحبه معارضه ويصاحبه ايضا ممانعه. الممانعه التي حدثت او المعارضه لم تكن يعني عامه ولا شامله، بل كانت المتطلبات يعني بعض افراد المجتمع وبعض يعني دكتور عايض الخمشي الباحث والصحفي المتحدث لنا من العاصمه السعوديه. اعرض على نقطه بسيطه لو سمحت، يعني نقطه بسيطه. تفضل بسرعه. معذرة يعني فقدنا سيد عايض، ولكن مشاهدينا لمتابعة المزيد حول هذه القصة وغيرها زوروا موقعنا على الانترنت bbcarabic.com وصفحاتنا المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وشاركونا بالحوار عبر يوتيوب وتواصلوا معي أنا رنا العطار عبر تويتر.